نشوف الفيديو ده. أصالة طلعت في إحدى البرامج قالت أنا كان يعني كان عاجبها طارق أو whatever، وهي أثناء ما كانت متجوزة متجوزة. أنا مثلا ماليش علاقة بالموضوع ده خالص، يعني أنا ماليش علاقة بالموضوع ده خالص، هم اللي طلعوا. وأنا قلت ليكي علاقة يعني عشان أنا بس أنا يعني ممكن تسألوهم بالإعجاب ده. ما حسيتيش بالإعجاب ده وأنت متجوزة طارق إن في إعجاب من أصالة طارق؟ لا أنا يهمني أصلا كان هو جوزي. ردك ايه بقى على الكلام ده بدون كسوف؟ انا بحب لانجي وانا اللي طلبت ودها، يعني وقت اللي ارتبطت كانت هي عندها الفكر فكر الستات، انه مع انه انا ارتبطت فيه بعد انفصالهم بفتره طويله حوالي 5 سنين، ولما طلعت فعلا قلت هيك باحدى لقاءاتي، قلت انه انا كان عندي اعجاب بشخصيته بطريقته بتفاصيله بهداك الوقت يعني، وكوني يعني تعرفت عليه من خلال تعاوننا كان بيا مجنون. وبعد ما ارتبطنا كان عندها رد الفعل اللي هو المتعارف عليه التراديشنال، انه تاخد جنبه هيك، وانا وديتها. وبكل مرة لانه في بيناتنا اصحاب مشتركين كنت اهتم فيها ودلعها، وانا عموما بدلع كتير، واهتمت فيها وحتى عزمتها على عيد زواجنا، وكنت أطلب وأنا أوفر وأنا بنبسط بهاي الأشياء اللي أنا بعملها، بحس إني عم بتجاوز كتير تابوهات الناس بتخاف منها، أنا بحب إني أكسرها. تطلعي كنت حتى أطلب إنه قل له اهتم، حكي كلمة، سلم عليها كويس، وبحب هاي العلاقات الإنسانية اللي غير متوقعة. بحب حتى مع زوجته الأولى عزمتها لعندي على البيت، وحاولت اني اخلق هيك نوع من انواع العلاقة. كونه ما زبطت هو مو بايدي، بس انا دائما كنت ببادر. ولوقت انفصلت كنا انا وانجي يعني علاقتنا اكتر من منيحة، وكانت هي دائما يعني بتكتر من المديح فيي قدام كل حدا بناء على اللي عملته انا، وخصوصا بمرحلة الله ما يدرها إن شاء الله ويعافيها. هي مرقت بمحنة صحية، كلنا بنمرق بمحن صحية، وأنا بتعاطف مع اللي بيمرق بمحنة صحية لأنه بعرف شو معنات الوجع الجسدي. فكنت يعني عملت مجهودات جبارة لحتى أقرب منها، وتفاجأت باللي عملته بعد انفصالي مباشرة، والحكي هذا اللي بتقوله استغربته، يعني ما عرفت شو اللي صار بهالنقلة. صار بعض الأشياء اللي أنا ما بقدر أذكرها، ما كتير بالنسبة لي مثالية، بعض التصرفات يعني منها ما لقيتها مثالية، وكان عندي بيني وبين نفسي بعض العتاب والاستغراب، إنما هذا حال الدنيا يعني عادي بتصير. نروح للسؤال اللي بعده. من غير